فرض الملحن أو الكاتب ثقافته على المستمع، على الانعكاس، الانحطاط في الرأي الاجتماعي والسياسي والثقافي هو الذي فرض وجوده. ناهيك عن مناهج التعليم في بلادنا، خرجت لنا جحافل من الجهال والأميين. والله أنا أتصور لو أن البعض من أبنائنا لم يدخلوا المدرسة لكانوا أكثر علما من الذين دخلوا إلى المدارس، من كثر الجهل الذي شوشب في أذهانهم. للأسف مناهج التعليم من أيام العصر العثماني كما هي، للأسف الشديد. أنا أسأل شابة في العشرين، شابة في العشرين، أهلا يا بنيتي تعالي، وأهلها موجودة وأبوها موجود، قولي لي الخلفاء الراشدين بشكل، تقول لي خالد بن الوليد، أقول لها الخلفاء الراشدين بشكل منطقي واحد بعد الآخر. ما نعرفش، 20 سنة لا يعرفون الخلفاء الراشدين. وين مناهج التعليم؟ هل تعتقد ما يناسب المرحلة السابقة يناسب هذه المرحلة اليوم، سواء في 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 أقول لك الإشكالية أين تقع محمد؟ عندما تأتي الأنظمة بانقلابات مختلفة تلغي السابق وتستحدث الجديد. يعني مثلا فترة المرحلة انقلاب المصري بعد 52 ألغى ما كان سائدا من قبله وعمل نظام جديد، وكذلك العراق بعد 14 تموز لما جاءت ثورة العسكرية في العراق ألغت ما قبلها، وهكذا تجد هذه التغييرات على كثرة الانقلابات توجد مناهج جديدة. فلم يكن هناك ثوابت، ما عاد عندنا ثوابت. احنا مثقفين الآن لما تبحث عنهم تجد يعني جورج طرابيشي الله يرحمه مات من سنة، ما عندك غير كم واحد يعدون على الأصابع، مثقفين تستطيع تقول مثقف، يعدون على الأصابع. ما عندنا مثقفين، ما عاد عندنا إنسان تستطيع أن تقرأ له وتشعر أنه يرضي هذا ويرضي هذا ويرضي الضمير. اقرأ الصحف اليومية، الزوايا اليومية كلها نفس الحكي. قل لي عليك، بالله عليك، من الصعب علي الآن أقول ودخل علي محمد الخميس لكي يجري لقاء لبرنامج وينك، ولما كنا قد تحاورنا وجدت أن الحوار ذو جدوى وبالتالي كان الحوار نافعا وهذا البرنامج سوف يذاع بعد أيام. صعب علي أن أقول هذا وأسويها مقالة. هؤلاء المساكين لا يستنبطون، لا يفكرون، لا يحاول الواحد منهم أن ينحت الصخر لكي يعمل شيء جديد.